اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في مدينة الرياح، المدينة الجميلة الصويرة. الصويرة موكادور اللي معروفة بالسكنة ديالها، معروفة بالجمالية ديالها، معروفة يعني بالرياضات البحرية المشهورة والسمك ديالها بيان سور، الحوت ديالها. انا الان امام احد الفنادق، هو اوتيل ميرامار اللي كيشوف في البحر، لان كي كتشوفوا معايا البحر. اوتيل ميرامار فندق بثلاث نجوم. اوتيل ميرامار اللي جميل فيه هو البيرسونيل، لا بروبريتي دي شومبر، لاكوي، لو سيرفيس، اي بيان سور نعاود نجيبها ونتممها بالثمن. اوتيل ميرامار لاحظت فيه رغم الملاحظات اللي كنديروا على الاسعار اللي كيطبقوها بعض الفنادق، كنلقاو ان اوتيل ميرامار يطبق ثمن مناسب ومناسب جدا. لاحظت كذلك ان في اوتيل ميرامار هذا الوقت من الصيف أغلبية الزبناء كلهم مغاربة، يعني يمكن نقول لك 93% مغاربة. بعض الأفواج السياحية كيمروا من هنايا، ولكن خصنا نسجلوا أن المغاربة هم الزملاء الأول اللي تيجيو لهذا الفندق. فيهم اللي كيف قلت على الأسعار تي ريزيرفيو دافونس، وكي خاصة تي يحصلوا على سعر مهم جدا. ولكن كاين باقي بعض الناس اللي كيجيو مباشره للفندق، و تيجيو باش بيان سور تيجيو لهنايا باش اخر لحظه عاد كيوقفوا، يما جايين من الدرب اذا غادي لاكادير وكيباتوا شي ليله، يعني تيخلصوا لو بري فور اللي دير الفندق، رغم ان البري يعني با اوسي فور كون كخوا. هذه من الاشياء اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. اذا دائما تلح على الزبناء المغاربه والسياح المغاربه اللي بغيو يمشيو اي فندق، ما خصهمش يمشيو مباشره ويحجزوا، لانه غادي ياخذوا الثمن الغالي. دائما نحجزوا اما بالبلاتفورم اما بالوكالات الاصفار. ففعلا هناك بعض الوكالات اللي صبحوا كيديروا جولات سياحيه على الصعيد الوطني مع المغاربه، خاصه في الشرق المغربي. فالناس من البركان وجدة الناظور كيجيو مع جروبات، وحتى الدار البيضاء كيجيو مع دي جروب وتيحاولوا تيديروا الجولات السياحيه ديالهم وتيستقطوا هذا الفندق، ان الثمن ديالو يعني مناسب ومناسب جدا للجروب ولا لاي شيء. فعلا دونك هنا خصنا ناخذوه بعين الاعتبار، هو ان اوتيل ميرامار اللي كنحيي لا ديريكسيون ديالهم، كنحيي البيرسونيل ديالو، راه في المستوى والمساواة الليق الزبناء المغاربه اللي كيستقبلوهم بحفاوه، والمطعم جميل جدا، اكل زعما كل شيء موجود في الاوتيل ميرامار. وكنعرفوا ان هو جا تقريبا امام البحر، امام الشاطئ، وقريب للمرسى ديال 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 الصويره، وكذلك المدينه القديمه ديال مدينه الصويره. تنحييكم من اوتيل ميرامار، تنحييكم من مدينه الرياح، مدينه الصويره، المدينه الجميله المحبوبه عند جميع السياح العالم وكذلك السياح ديالنا المغاربه. شكرا لكم، ما تنساوش تبارطاجيو وديروا جيم. شكرا.